مرحبا بك. نهار كبير هذا اللي تلاقينا فيه. أنوار أيلا أحد الرياضيين في المدينة، مدرب الاتحاد الرياضي المصري. واش باقي مع الاتحاد السي حاليا باقي مع الاتحاد الرياضي القصري حاليا، ولكن بعد شنو يمكن يكون باقي ما عرفتش. دابا شحال من موسم وانت معاهم؟ بديت الموسم الاول كان طرات شي عده، يعني بدينا استعدادات وكنا في البطوله، وقعوا شي مشاكل شي تطاحنات وما كملتش الموسم. والموسم هذا يعني قول سنه ونص، قول سنه ونص. كانت الاصداء اخر كانت النتائج؟ الحمد لله حنا يعني راه درنا نتائج في المستوى، يعني الموسم كامل تلقينا هزيمتين وجوج الهزائم، يعني طيله الموسم، وخمس تعادلات وثمان انتصارات. بعض الانتصارات اللي جات متتاليه، يعني انتصار مور انتصار، خصوصا ان الفريق اتحاد القصري في الشطر الثاني ان استعد اللياقه البدنيه ديالو، اللعابه بقاو كيعرفوا بعضياتهم، وحتى الريتم ديال الفرق ارتفع. يعني انت اخي انوار كنتي في العريش، كنتي كتاثر بعض الفئات الصغرى في العريش، وكيفاش تمشى انوار القصر؟ كيفاش بدا كاين شي حاجه؟ يا المشكل اللي كانت العشوائي كانت العشوائيه، وهذيك العشوائيه وكان واعر شي اجواء محيطه كانت بالفريق، يعني كان بحال اللي لقينا كنبانو حنا غرباء على فريق ديال الشباب العراقي. وباش اننا نتجنبوا التطاحنات ولا الاصطدامات مع بعض الاشخاص اللي كان عندنا معهم صراحه هما اصدقاء ديالنا وعندنا معهم علاقه، ما خصناش نتعيبوا معهم، فاضطرينا اننا نسحبوا. والحمد لله مع جا العرض ديال الاتحاد الرياضي القصري وافقت عليه واشتغلت ودرت موسم صراحه ممتاز. ومن هذا المنبر كنشكر حتى الاخوان ديال الاتحاد الرياضي القصري اللي صراحه ما قصروش معايا حتى من البدايه حتى النهايه. فاش كيفكر الان فاش كيفكر ايضا؟ ويعني الان احنا الصراحه ما كرهناش اننا نكونوا في المدينه ديالنا اللي هي قريبه للدار، ونخدموا في المدينه ديالنا، وهذا هو التفكير دابا اللي عندنا حاليا، هذا هو التفكير اللي عندنا حاليا. ولكن الحمد لله كاين شي انباء باننا نقدروا نكونوا ان شاء الله في الشبان ديال الشباب العرائش، يعني كاين شي اتصال ان شاء الله. هذه بادرة خير هذه. نحاولوا اننا نبنيو ديك الست سنوات اللي كنا درنا واحد العمل قمنا به ديال الفئات الصغرى ديال الصغار وفتيان وشبان، واللي كان مجموعه ديال هاد اللاعبين اللي الحمد لله الان اللي هما يعني في الفريق الاول، وكاين اللي هو خارج المدينه اللي هو داز على هاد المراحل هادي. الحمد لله حنا نحاولوا نبنيو هاد الجيل هذا، انما خاص تكون النوايا حسنه وتكون واحد الاستمراريه وتكون اذان صاغيه، ما تكونش ديك الانانيه وديك القرارات موحده وديك الصراعات اللي هي خاويه، هادو هما اللي كيخليو الانسان ما كيكملش في المسار ديالو. دابا انت كمدرب ديال الفريق القسم الرابع لابد انك عندك شي تاهيل، عندك شي ديبلوم، عندك شي. احنا الحمد لله عندنا ديبلوم ديال الدرجه دي، ومقبل على السي ان شاء الله في شهر 10. نتمنوا لك التوفيق اخي ان شاء الله. خير، شكرا اخي. واحد الاضافه بسيطه كنضيفها انني نسيت ما ذكرتهاش، هي اننا فرحانين بقدوم ديال حمد رقون على الاشراف ديالو الفريق ديال الشباب العرائش. ومن هذا المنبر انني كنتمنى له التوفيق وكنتمنى له النجاح، ومن قلبي خالصا. وهذه واحد الرساله مني انني كنتمنى من المكتب او من المسؤولين ديال الفريق انهم يصبروا عليه ويعطيوه فرصه يشتغل، لاننا حنا تايقين في القدرات ديالو، والحمد لله حنا عارفين بان اخي حمد رقون انه قادر يمشي بهذه السفينه هذه للامن.